بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الفيديو الجديد المخصص لأبناء تلاميذ السنة الرابعة، ولما لا يلتحق بين تلاميذ السنة الخامسة لأنه مفيد جدا. إذا بعد ما تطرقنا في الأسبوع الماضي نشرت لكم دروس الأسبوع الأول في اللغة والرياضيات. الرياضيات تطرقنا للدرس الأول، وأيضا حلول أو المساعدة في حلول دفتر الأنشطة. وأما اللغة العربية فتطرقنا لنص فهم المنطوق، صديقتي حورية، والسيّة ألفاظ النسبة. اليوم بحول الله كل مرة حنعملكم بهذه الطريقة، ليس كل أسبوع لكن مرة على مرة بحول الله، نص ثم تعليمة ثم تدريب للتلميذ أنه يكتب وضعية إدماجية. بماذا؟ مساعدة ماذا؟ مساعدة التعليمة وأيضا النص، وكأنه يعيد كتابة هذا النص بطريقته الخاصة. إذا حنقرأ النص، نعمل من خلاله هكذا مراجعة سريعة، ثم نذهب للوضعية الإدماجية. إذا الرفيق الذي اختارني واخترته طفل يتيم يدعى أحمد. تعارفنا وأصبحنا صديقين حميمين ورفيقين متلازمين. في منتصف السنة الدراسية مرضت مرضا شديدا، فلازمت الفراش مدة طويلة، وكان أحمد يزورني كل مساء ويحضر لي دروس اليوم، ولكن حالتي الصحية ازدادت سوءا، فاضطررت لمغادرة المدرسة والدخول إلى المستشفى. استمر أحمد في تزويدي بالدروس طيلة إقامتي بالمستشفى، وبفضل تلك المساعدات التي لن أنساها أبدا كنت والحمد لله من الفائزين. يعني نص بسيط جدا فقط. هنا مثلا ماذا نقول؟ بعض الأسئلة السريعة. الرفيق الذي اختارني واخترته طفل يتيم يدعى أحمد، هنا جملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية. لماذا؟ لأنها تبدأ باسم، تبدأ باسم. هنا ماذا لدينا؟ عندنا صديقين، نقول لكم هل هي مفرد مثنى أم جمع؟ هي اسم مثنى، هي مثنى. المثنى والجمع والمفرد هذه نطلقها على الأسماء، انتبهوا جيدا، على الأسماء وليست على الأفعال. أقول اسم مثنى وليس فعل مثنى. هنا نفس الشيء، على حميمين ورفيقين متلازمين، كلها مثنى. إذا نقول لكم لهنا مثلا استخرج لي فعل ماضي، مثلا فعل ماض، فعل ماض. ازدادت، هنا ازدادت فعل ماض، هنا ازدادت، وهنا أيضا اختارني فعل ماض. هنا لدينا يحضر فعل مضارع، فعل مضارع، وهكذا. هذه فقط مراجعة سريعة. نذهب الآن لماذا؟ للتعليم. هنا ماذا تقول؟ مرض أحد زملائك خلال السنة الدراسية فتغيب عن الدراسة مدة طويلة. اكتب فقرة من 8 أسطر تتحدث فيها عن الأعمال التي قمت بها لتسانده في مرضه وتساعده على استدراك ما فاته من دروس، موظفا فعلا ماضيا مسطرا تحته. بسيطة الحقيقة جدا. وكأنه احنا هنا في النص ماذا كان يتحدث؟ تحدث النص اللي شفناه عن ماذا؟ عن أن أنا من مرضت وزميلي كان يساعدني، يزورني ويساعدني في نقل الدروس و. الآن انقلبت، فقط زميلك هو الذي مرض وأنت ستساعده. تخيل الأعمال التي ستقوم بها لمساعدته وتكون مساندا له في فترة مرضه. المطلوب اللي هنا ما هو؟ فعل ماض. انك هنا في التوظيف فقط لما تكتب الفعل الماضي تقوم بالتسطير تحته كي يظهر. اذا وش عندنا؟ احنا قلنا في كل تعبير ولا وضعية ادماجية وش نعمله؟ تكون فيها مقدمة
موضوع والخاتمة. هنا في المقدمة عما سأتحدث، مثلا أستطيع أن أعرف بصديقي أحمد، مثلا حنتكلم على صديقي أحمد، علي، خالد، خليل، إياد، أي اسم أختاره نعرفه. مثلا صديقي أحمد هو صديقي الوفي، وقد تعارفنا منذ السنة مثلا الأولى ابتدائي، أو وهو صديق وفي فقط مساعدات. تقول نأتي هنا، هذه بالنسبة للمقدمة. بالنسبة لنا للموضوع، هنا في الموضوع عما نتحدث أبدأ أتحدث هنا صلب الموضوع. الموضوع هو صلب الموضوع أو صلب التعبير أو صلب الوضعية الإدماجية. حنتحدث مثلا هنا عن إصابة صديقي بالمرض، ومتى كان ذلك، مثلا في الفصل الثاني ولا الفصل الأخير، مثلا قول قبل الامتحانات. أحدد إصابته بالمرض مثلا وتغيبه عن المدرسة، وماذا، وأحدد الفترة، به تكون الوضعية الإدماجية ولا التعبير اللي كتبته فيه كل التفاصيل. هنا بدأت بزيارته، أذكر مثلا زيارتك له للمرة الأولى، ثم عندما طال غيابه بدأت في مساعدته في نقل الدروس وزيارته بين الحين والآخر للتخفيف عنه. راني بديت لكم تقريبا كل شيء، انتم فقط تعيدوا الصياغة بطريقتكم. هنا الخاتمة، وش قلنا؟ الخاتمة دائما تكون آية، حديث، حكمة، وفي بحول الله مستقبلا حندير لكم مجموعة من الحكم للتلاميذ سنة رابعة وخامسة، والآيات والأحاديث اللي تكون سهلة الحفظ وراح ترافقهم ويحفظوا منها ما استطاعوا. هنا مثلا الصديق الحقيقي يكون في السراء والضراء، هذه تقدر تكتبها في الخاتمة وتكون خاتمة مفيدة. والله أستطيع مثلا أن أقول أنني بفضل، مثل ما هنا في النص، ماذا ذكر هنا في النص، ماذا لدينا؟ لدينا استمر أحمد في تزويدي بالدروس طيلة إقامتي بالمستشفى، وبفضل تلك المساعدات التي لن أنساها أبدا كنت والحمد لله من الفائزين. تقدر تقول مثلا أنني كنت سعيد جدا، كنت سعيد جدا بمساعدة رفيقي ولا صديقي ولا زميلي، لأنه بفضل تلك المساعدات والحمد لله استطاع أن يجتاز امتحاناته بماذا؟ بتميز وتفوق. هذه خاتمة مثلا، أعطيتكم عدة أفكار، كل واحد يصيغ بطريقته الخاصة. قلت أخواتي كل مرة بحول الله كل 15 يوم 20 يوم نعملوا فيديو مثل هذا، به التلميذ يتدرب على كتابة التعبير الكتابي أو الوضعيات الإدماجية. أنتظر آراءكم أخواتي بصدق تحت الفيديو بحول الله. نقول لكم في أمان الله، نلتقي.